بتروح على السوبر ماركت بتجيب شقه الدقن اللحام مثل هيدي. واو. اول شيء الملح، بهار اسود حب، عندي زعتر فرنسي وزعتر لبناني وتوم، بس التوم كثير منيح بقلبها يعني. كده زعتر انا رح اقليها بزيت الزيتون. بهيدي الطاجن رح اعبي مي خليها تسخن، كيس حرارة هبي قلبك صحتين، 30 دقيقة ومنشيلها. 3 كبايات طحين، ملح، رشة سكر، وملعقة بيكنج باودر، وكباية مي سخنة، وشوية زيت زيتون. العجينة صار جاهزة ولا بدنا نخبزها؟ العجينة صار جاهزة. هيدي افضل صوص ممكن تستعملها بستيك ساندويتش. تمام على رجلك. فلفل حب اسود، الملح، ومايونيز، وملعقه اتش بي، وبرشه بصله، شويه زيت زيتون،